مطعمنا نتنفس أبشع رائحة مصاعدة من رجع حلوق الموتى، الموتى الأحياء، المقتولين، القتلة، الكذابين، الخوانين، لصوص الأطفال، المنتكين، حرمات التجار الدم، وزنة الليل، وقوات القرباء، وجبات بيوت المال، ومربي الأسواق، وبياع الخمر. من ألقانا بعد هذا السطر في هذا النخور الطفح؟ من؟ الشر أريد بمن في الكون كي يعرف من ينجو ممن يتردى، وعلينا أن يتدبر كل منا درب خلاصه، فإذا صدفت الدرب فاصر فيه واجعله سرا يدفع سرا. تزلزلني في داري والسوق يزلزلني أن أترك داري، كلماتك تجذبني يمنى وعيوني تجذبني يسرى. هل تبغي أن يرتفع الفقر عن الناس؟ ما الفقر؟ ما الفقر؟ ليس الفقر هو الجوع ولا الكسوة والعجب، بل بس هو القهر. الفقر هو استغلال الفقر لإذلال الروح، الفقر هو استغلال الفقر لقتل الحب وسعي البقاء. عاينت الفقر يعرض في الطرقات ويهدم روح الإنسان، فسألت النفس ماذا أصنع؟ أدعو جمع الفقراء أن يضعوا سيف النقمة في أفئدة الضربة، ما أتعسى أن نلقى بعض الشر ببعض الشر ونداوي إثما بجريمة، ماذا أصنع؟ أدعو الظلمة ويضعوا الظلمة عن الناس، لكن هل تفتح كلمة قلبا مقفولا بلتاج ذهبي؟ ماذا أصنع؟ لا أملك إلا أن أتحدث وترك الكلمات الريح السواحة، فلعل فؤادا ظمآنا من أفئدة وجوه الأمة يستعذب هذه الكلمات ويخوض بها في الطرقات، يرعاها إن ولي الأمر وفق بين الفكرة والقدرة، وتزاوج بين الحكمة والفعل. شو احنا؟ احنا كيف كيف؟ سوا سوا. كيفاش؟ حكاية واحدة. حكاية شنو؟ حكاية شعر. يا ما شعر. وانت؟ وهو زاد. ثلاثة. ثلاثة مرات. ثلاثة يخلوا. ثلاثة فقراء العقل والمال والدين. ثلاثة في ثلاثة وديان. مريع قصير في شهير مزيقلهم على عدد حياتهم، ثلاثة يخلطوا يهزوا وينفضوا يحموا بالخايب بالغلط، لا فاتيكم لا الحلاج لا ابن خلدون الغزالي لا سقراط لا أفلاطون لا ويليام شكسبير لا محمود لا عبد الصبور لا سعد الله لا عبد الله، ولا هم يحزنون ولا أنتم تفلحون. فوضى معناها فوضى بمخاخكم، تسونامي في روسكم، النموي متسرب فيكم مش في برد يطار، العيب فيكم والشر فيكم مش في الاخرين. فوضى 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 فيكم فيكم. مش مازال عندك ما تقول انت يا مواطن يا وطن يا شعب يا امه عامل فيها الاغلبيه الثابته برها هيك برشا حيوط رقعها ودهنها عملها وفقه وصفيه وهو واحد من الحيوط قضيها. انت ابعدني 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 لنحل فيك فتريه. وريني تاخ يا وحش يا مثقف يا جاي يا شكسبير ابعدني يا غزال برا ابعدني وريني يا ولد وين نهار فيك.
مش معقول مش معقول مش معقول. شكون يتكلم؟ وين؟ وقتها سمعت انت؟ وانت سمعت؟ انا سمعت. نحب نفهم يا سيدي. ايه حتى انا نحب نفهم. انا نحب نفهم يا ربي الكلام هذا. قلت